تطبيق تم هو خدمة إلكترونية مقدمة طال عمرك لجميع أهل الموروث الشعبي وبالأخص أهل الإبل. هي تقصر العناء عنهم في البحث وعملية البحث عن الخدمات المقدمة لأصحاب أهل الإبل مثل النقل وكذلك البيطرة وكذلك الحلاقة وكذلك بالإمكان التجول على سوق أو السوق على الخارطة بالبحث عن مثلا الإبل المعروضة للبيع أو الأجار أو المخيمات أو كذلك أسواق الأعلاف ومباسط الأعلاف. كذلك يوجد قسم للمزاد الإلكتروني موجود في التطبيق، بإمكان لأي عميل التسجيل في التطبيق وطلب سيارات النقل الخاصة والمخصصة لنقل الإبل عبر التطبيق. يكون فيها موقع الاستلام وموقع التسليم وتتبع كامل للرحلة من بداية الرحلة إلى نهاية الرحلة. طبعا احنا تشرفنا شرف عظيم بأن نشارك في مهرجان الملك عبد العزيز وبالأخص في سوق الإبل كمنظم لوجستي لحركة النقل في السوق. طبعا وجودنا في هذا الموقع هو تنظيم وتطوير آلية عمليات النقل والتحركات. طبعا نقدمها على خدمتين، الخدمة الميدانية والخدمة الإلكترونية. الخدمة الإلكترونية وسبق أن ذكرتها وهي عبر تطبيق تم سفن. الخدمة الميدانية وهي عبر مكاتبنا المتواجدة من إنشاء محطة الفحص والتعقيم إلى مكتب الدخول ومكتب الطلبات والتسجيل داخل السوق. طبعا لدينا محطة الفرز الأولي. محطة الفرز الأولي تقوم بفرز السيارات الديانات أو الشاحنات الناقلة سواء المحملة أو الغير محملة. المحملة تدخل السوق مباشرة ببطاقة زائر، لا يؤخذ أي رسوم على الدخول سواء للمحمل أو غير المحمل. هذه للمعلومية. السيارات الفاضية لابد منها التواجد في محطة الانتظار للطلبات ومن ثم المرور على محطة التعقيم ومحطة الفحص لفحص الونش الهيدروليك وفحص السبت والسلاسل والأمن والسلامة في المركبة. من بعد ما يتم الفحص من الفريق الفني يتم التأكد من نظافتها، ثم تعطى تصريح أو استيكر أنها معقمة ومفحوصة للتوجه داخل السوق واستقبال أو تحميل الشحنة اللي هي أصلا تم توجيهها عليها سواء إلكترونيا عبر التطبيق أو ميدانيا عبر المكتب. طبعا احنا الآن عند المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مكتب دخول السوق. من هنا يتم توجيه العربات توجيه نهائي. طبعا في معلومة مغلوطة بخصوص الرسوم وأحب أوضحها. طبعا لا يؤخذ أي رسوم على هذه الخدمة المقدمة اللي هي التعقيم أو الفحص أو كذلك التنظيم والترتيب، إنما يؤخذ للتحميل من داخل السوق والخروج. التحميل من داخل السوق هذه وثيقة شحن معتمدة وموثقة بين الناقل والشاحن، تحفظ حقوق الطرفين وكذلك تحفظ حقوقهم على الطرق السريعة، وكذلك يكون فيها قاعدة بيانات لجميع أرقام الشرائح المنقولة من داخل السوق لأي مكان منقولة إليه. في النهاية أحب أشكر الشيخ فهد بن حثلين أبو سلمان الله يعطيه الصحة، وكذلك الرئيس التنفيذي المهندس بندر القحطاني ونائبه محمد اليامي على دعم الشاب السعودي والشركات السعودية بالمشاركة بالتنظيم اللوجستي وتقديمهم الدعم من بداية هذا التطبيق منذ أكثر من سنتين من الإنشاء، وهم يعني بكل أمانة وصراحة توجيهات النادي دائما أستفيد منها في اجتماعاتهم، وشكرا لهم وشكرا لجميع القائمين في نادي الإبل.